طبعا بالمناسبة أنا بدي أن أقول كلمة هنا، كل دائما يخطر ببالي، وطبعا أنتم تعرفون أنه أنا فقدت مكتبتي. مكتبتي كان بها تقريبا 10,000 كتاب، كان بها كتب لا أعتقد أنني سأجدها في يوم من الأيام. على كل حال، بعض النسخ طبعا لأنه كانت نسخ أصلية جمعتها خلال 35 عاما. بعد الحادث تعرفت على شخص شاب، هذا الشاب طبعا مو عراقي، هو الذي ساعدني في استعادة الكتب التي فقدتها في مكتبتي السابقة. طبعا هو شاب طالب علم مو عراقي، وسمع بالحادثة وتعرفت إليه. طبعا أنا مو تعرفت مباشرة، وإنما كان عندي طلبة ضافوني للقناة مالته مكتبته، قالوا لي تعال، فتبين ودولي بعض من طلبتي قالوا تعال هنا، يعرفون أنا كنت أوزع أحيانا بعض الكتب للطلبة، فقالوا تعال هنا وشوف. فرحت تعرفت عليه، شاب مؤدب أريخي عنده معلومات جيدة بالكتب، نفعني جدا وساعدني في استعادة 70% من مكتبتي السابقة. أنا أوجه له الشكر. طبعا هو بعمر أولادي، يعني عمره صغير، هو بعمر أولادي يعني عمره لعله 30 أو 31 عاما. فلهذا بودي أن أقدم له الشكر لأنني استطعت أن أستعيد 70% من مكتبتي السابقة بسبب توفيره لبعض الكتب ومراعاته له لي أحيانا في يعني في أسعار الكتب طبعا، وصبره علي أحيانا طبعا، لأنه صبره علي لأنه يراعيني ويصبر علي أيضا في تسديد الكتب، في تسديد أجور الكتب. ولذلك البعض من الناس يعتقد أنه شلون الشيخ استعاد مكتبته بهذه السرعة. أنا ما استعدتها لولا هذا الشاب، ما استعدت هذه الكتب لولا هذا الشاب الذي أقدم له هذا الشكر. على كل حال،